يعني لو كتب المؤرخين فصول الحرب على الإرهاب في سيناء، هيبقى في فصل كده لوحده لجبل الحلال. جبل الحلال اللي بيعتبر من يعني أصعب المدقات الجبلية لوجود تفاصيل جغرافية صعبة فيه، كان ملاذ آمن للإرهابيين، كانوا بيخبوا فيه الأسلحة اللي بتجيلهم، وكان دايما يعني مكان مهم جدا لعمليات قتالية قام بها جنودنا في سيناء. في مهمة صعبة جدا قدم الشهيد المقدم محمود طلعت، قدم روحه فداء للوطن، وكلف بأحد المهام في جبل الحلال لكنه استشهد في بداية هذه العملية. وأثناء هذه المداهمات ربما استطاع المقدم محمود طلعت ان هو يكون من طليعة الجنود اللي طهروا هذا المكان، واللي اصبح بعد كده بفضله وبفضل عدد كبير من الجنود المصريين آمن من هذه العملية. زي ما انت قلت يا مصطفى، احنا بنتكلم النهارده عن الشهيد البطل المقدم محمود طلعت زياده، اللي كان ضمن مسؤولياته زي ما انت قلت تطهير جبل الحلال، ونال الشهاده خلال عمليه اقتحام جبل الحلال وتطهيره من الارهابيين التكفيريين. معانا عبر الهاتف دلوقتي الاستاذه بسمه عبد النبي، ارمله الشهيد المقدم محمود طلعت زياده، بنحتفي بيه وبحياته، بنصبح على حضرتك وبنقول لك يعني كل سنة وانت طيبة مبدئيا بيوم الشهيد، واحنا النهاردة عايزين نحتفي بذكرى البطل الشهيد ونحتفي دايما بالحياة اللي هو عاشها كبطل، واحنا متأكدين ان هو لسه وسطينا. صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. محمود بصراحة كان يعني كان حنين ومتواضع، كان شخصية ما تتعوضش ابدا. يعني محمود ان شاء الله هيكمل يوم 22/4 السنه دي، هيكمل 5 سنين على استشهاده. بس وقعه استشهاده دي يعني دي لوحدها الواحد صعب ان هو ينساها. وقعه الاستشهاد بتاعت محمود كان قبل وقعه الاستشهاد باسبوع، جاء فكر يعني ضرب على الكتيبه بتاعته. فأنا بصراحة هو كان أجازة وقتها، فأنا حمدت ربنا وقلت الحمد لله إن محمود موجود معانا. فبتكلم معاه بقول له الحمد لله إن أنت موجود معانا. راح هو رد عليا رد غريب، أنا فعلا وقتها ما قدرتش إن أنا أتكلم. قال لي هو في حد يكره إن هو يستشهد عشان مصر؟ أنا وقتها سكت. بعدها على طول محمود سافر رجع الشغل بتاعه. كان طول الأسبوع بتاع اللي هو قبل الاستشهاد كان حزين، كل ما أكلمه ألاقيه حزين وصوته بيتكلم بهدوء جامد. فأنا مرة من المرات بكلمه فكنت بعيط، فبيقول لي هو أنت بتعيطي ليه؟ قلت له أنا مش عارفة أنا بعيط ليه، بس أنا كان قلبي كان حاسس وهو كان عارف إن هو هيستشهد. فجي قبل الواقعة بتاعت الاستشهاد قبليها بيوم. هو كلمك يوميها الصبح الساعة قبل العملية، كانت الساعة 9، وقبليها كلمك وقال لك أنا رايح عملية. هو كلمني على الساعة 10:30 يوم السبت، قال لي أنا طالع مداهمة بكرة. فقال لي أنت لو صاحية كلميني الساعة 3 صحيني. أنا اليوم ده برضه ما عرفتش أنام خالص. اتصلت بيه الساعة 3 بيقول لي هو أنت صاحية؟ قلت له أنا مش عارفة أنام خالص. بيقول لي ليه؟ قلت له مش عارف مش جاي لي نوم. قلت له انت نمت؟ قال لي لا. قلت له طب هتعمل ايه دلوقتي؟ قال لي انا هصلي الفجر وان شاء الله طالعين على المداهمه. فالمفروض ان الساعه 6 الصبح كان بيكلمني علشان اصحى اروح الشغل بتاعي، فما كلمنيش. فانا فضلت اتصل بيه، الشبكه مش مجمعه معايا خالص طبعا. فكلمته على الساعه 8:15 رد عليا، قلت له انت ما كلمتنيش؟ قال لي الشبكه ما كانتش لاقطه معايا. قلت له انت كويس؟ قال لي يا دوبك وصلت شغلي. كانت اخر مكالمه ما بيني وما بين محمود الساعه 9:21. كلمني بيقول لي هو انت قافله التليفون الثاني ليه؟ قلت له لا انا مش قافله. قال لي طب افتحيه عشان عايزه اتكلم معاك. ودي كانت اخر مره اسمع صوت محمود. كانت المكالمه كان بيقول لك ايه؟ يعني ايه المكالمه دارت فيها ايه؟ ما لحقنيش. هو بيقول لي انا عايزه اتكلم معاكي. بعديها الشبكة فصلت خالص، فضلت أجرب إن أنا أكلمه، لا الشبكة مش مجمعة خالص. هو بعدها استشهد على الساعة 10. الله يرحمه. طبعاً. طيب عرفتي خبر استشهاده منين؟ يعني تقريباً لو أنا مش غلطانة
حضرتك يمكن قلتي قبل كده ان عرفتيه من بناتك او من اولادك صح؟ ايوه هو محمود طبعا استشهد الساعه 10 انا راجعه من شغلي والدته كانت بترن عليا علشان تقول لي الخبر فانا قلت ايه لا انا استنى لحد ما اطلع البيت عشان اعرف اكلمها براحتي. يا دوبك بفتح باب الشقه لقيت ماليكا كان عندها 3 سنين ونص وتاليا كان عندها 2 سنين وقتها. لقيت ماليكا بتقولي الحق يا مامي ده بابي مات. قلت لها ايه يا ماليكا الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ فانا سامعه صوت والدتي بتعيط وبتقول حبيبي يا حبيبي يا ابني انا مش جاي معايا خالص ان محمود حصل له حاجه. يعني لما بنت حضرتك قالت لك كده هي عرفت منين؟ لقيت اخويا رامي الله يرحمه بيقول لي محمود استشهد. بقول لهم هو ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ وقتها انا بصراحه قعدت في الارض بكلم نفسي مش مصدقه كل اللي انا بعمله عماله اتصل بيه. طبعا الموبايل بيديني غير متاح لحد ما والدتي راحت مكلماني قالت لي انا لله وانا اليه راجعون. انا بقى اللي نزل عليا اقول لهم لا لا محمود كويس وعمال اتصل بيه التليفون غير متاح. بعد كده اتحركنا انا واهلي على القاهره لان محمود من القاهره اصلا وانا عايشه في اسكندريه وهو كان مقيم معايا في اسكندريه. رحنا القاهره طبعا رحت بيت والده ووالدته. انا فاكره والده حضني وقعد يعيط وقال لي محمود خلاص راح. انا مش عارفه اتكلم خالص ولا اقول حاجه. مين قال انه راح؟ بابا. لا ما راحش طبعا هم احياء عند ربهم يرزقون. هو قاعد وسطينا وسامعنا وعارف كل حاجه. الصدمه بتخلي الواحد مش عارف يفكر طبعا لان كان هو الابن الكبير له وكان اقرب واحد ليه رحمه الله عليه. انا سمعت ان جنازته كانت عظيمه جدا. ايوه كنت انا ووالدته واخوه فضلنا مستنيين الجثمان من الساعة 5 الصبح للساعة 10 مساء. هو كل ده الجثمان ما جاش. محمود يعتبر استشهد يوم 22/4/2018 تاني يوم اللي هو 23/4 احنا مستنيين الجثمان بتاعه في المستشفى. وفعلا جه الجثمان وشفت محمود. سبحان الله يا رب سبحان الله يا رب. انا عمري ما هنسى المشهد اللي انا شفته. محمود كان نايم قدام مني وهو كان انا شايفاه نايم. بقيت حضنه وبكلمه وعمال اتكلم معاه على اساس ان هو نايم واقول له يا محمود انا مش هنساك انت هتفضل جوايا وعمري ما هنساك. بعد كده بدانا نتحرك في عربيه الاسعاف علشان نطلع على المسجد لصلاة الجنازة. صلاة الجنازة كانت الساعة 12 بالليل. أنا ركبت معاه عربية الأسعاف. أنا قعدت جنبه في الأرض. بقيت حاطة إيدي كده عليه حضنه وقاعدة في الأرض. بكلمه مرة واحدة لقيت نفسي يعني رحت في النوم. أنا مش عارفة إزاي إن أنا نمت. بس دي كانت آخر مرة أنام وأنا مطمنة فيها. عشان هو معايا. بعدها وصلنا للمسجد صلينا صلاة الجنازة وكان عندي تالية كانت لسه يعني عندها 2 سنين حبيبتي صلت معانا صلاة الجنازة مع باباها. وبعد كده اتحركنا على المدافن. برضو ركبت معاه عربية الأسعاف وفضلت قاعدة جنب منه في الأرض. من كتر العربيات اللي كانت ورانا كانت الساعة 2 صباحا. يعني انا افتكرت ان احنا خلاص احنا النهار طالع. انا مش مدركه تماما اي توقيت. انا كل اللي انا بعمله بكلمه بقول له بص يا محمود الناس بتحبك ازاي شايف ورا منك يا محمود ناس كتير ازاي الناس كلها بتحبك. وصلنا فعلا المدافن كنا على حوالي الساعه 3 الفجر ومحمود اتدفن. ومن هنا بقى بدات أدركت تماما إنه خلاص محمود مش معايا. محمود لله يعني ربنا يصبرك يا رب يا أستاذة بسمة. يعني حضرتك زي ما أنت قلتي يعني هو معاكي على طول ومعانا على طول في ذاكرة وأذهان كل المصريين أكيد. نشكرك الأستاذة بسمة عبد النبي أرملة الشهيد المقدم محمود طلعت زيادة الله يرحمه.